السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة ورود أمل، ونزولا تحت رغبة أحد المشتركات راح نحاول نشرح طريقة صنع الكؤوس نتاع الخطوبة وأكسسوار يعني اللي يتماشى مع هاد المناسبة. راح نحاول نشرح كيفية تزيين الكؤوس الخطوبة بالوردة هذه، ويرافقها الوردة تاع الحنة يعني للعروس اللي دير بها الحنة، وراح نحاولوا نعملوا كذلك المخدة يعني الكوسان تاع ليزاليونس ولا المخدة تاع الخواتم. راح نطرقوا على بركة الله. أول شيء لازم نعرفوا أنه هاد النوع من الوردة اللي راكم تشوفوا فيها هنايا، يعني راح نشرح فقط البيتيلتين اللي راح نحتاجوهم، سواء في البيتيلات نتاع الحنة يعني تاع الوردة اللي نحطوها فوق الحنة، وراح نشرح الوردة نتاع اللي نغلف بها هاد الكأس هذا نتاع الخطوبة، ونحاول كذلك عفوا نشرح الوردة اللي راح تجي فوق المخدة، لأنهم يعني مختلف المقاسات والأحجام، فلهذا راح نراعي قياس ولا حجم كل عنصر للكأس وللمخدة يعني الوردة تاع الحنة. حاولوا يعني تركزوا معي جيدا، لأنه في بعض الأخوات في التعليقات تقولي ما فهمتش، فحاولي أنك تركزي جيدا. أول شيء راح ناخدو شريط هذا البيج، يعني فيك تعملي باللون اللي يوالمك، تحبي الأحمر عملي الأكسسوارات هادو بالأحمر، يعني هذا الذوق راهو راجع لك. أنا هنا احنا عمل طقم ثاني باللون تاع البيج هذا أوفر وايت. ألوغ ناخدو الشريط 4 سنتيمتر كما كنت شاهدة هكذا. أنا ما عنديش يعني اون مارك سبيسيال نخدم بها، المهم يكون يعني عند الحرق يتحرق مليح كما راكو تشاهدوا هكذا، يعني يتحرق بطريقة جيدة وما يخليش سواد كما راكو تشاهدوا هنايا. كاين بزاف أشرطة اللي فيها كمية تاع النيلون أكثر من يعني الساتان، حاولوا أنكم يعني تقتنوا الأشرطة اللي تكون تحترق بشكل جيد هكذا وما تخليكمش سواد كما راكو تشاهدوا. ما عندي حتى اوكين مارك راني نتعامل معها، فلهذا حاولوا انكم تختاروا الافضل. اول شيء راح نشوفوا كيفيه يعني كيفاش نفصلوا البيتيلا نتاعنا. كما فسبق لنا والفيديوهات السابقه شرحت لكم كيف تفصلوا البيتيلات، هو اول شيء راح نتحدثوا على طول الشريط. هنا عملت يعني للكأس هنايا راح تشوفوا راح يكون تدرج في المقاسات باش الزهره تاعنا تكون بهذا الشكل كما راكم تشاهدوا، يعني تكون بشكل جميل جدا وتشبه الطبيعيه. لهذا المقاس الاول راح نقطعوا شريط طوله 11 سنتيمتر 11 سنتيمتر. نعاود يعني نكرر، تتنوا على 2 هكذا وتحاولوا تعملوا هذاك لاغوندي اللي نارين، يعني هادشي راهو مشروح في الفيديوهات السابقه باش نتحصلوا على هاد البيتيلا. هاد البيتيلا يعني راح تكون على 2 هكذا باش نتحصلوا على بيتيلتين. راح نشوفوا طريقه الحرق، يعني كيفاش نحرقوا هاد النوع من الزهره. بعد هكذا نحاولوا تعملوا بنفس الطريقه وديروا هادوك لي نيرفيو اللي تعلمناهم في فيديوهات سابقه هكذا، يعني طريقه بسيطه جدا. تحرقوا اول شيء هكذا تسوديو، بعدين تحاولوا انكم تعملوا هذوك الحركات اللي كنا تعلمناها. ثاني شيء قوم بحرق هنا في الاسفل باش نثبت القاعده فقط هكذا. حنعاود الشرح مره ثانيه. هذا بالنسبه للكؤوس، قلت لكم تاخذوا 11 سنتيمتر باش نغلفوا بها هذا الكاس. نفس الشيء المقاس، يعني نفس المقاس اللي راح يكون في المخده تاع لي فيونساي تاعنا هادو تاع يعني خطوبه. الكاس والمخده راح يكونوا الطول 11 سنتيمتر. اما الورده اللي احنا عملوها في الحنه يعني نربطوا بها الحنه، راح تكون المقاس تاعها هكذا 8 سنتيمتر، يعني 4 سنتيمتر في كل بيتيلا كي نثنوا الشريط على هذا الشكل. نفس الشيء راح نقوم ب نفصلوا البيتيلات بهذا الشكل، نعملوا انا غوندي كما كل مره هكذا، ونحرقوا البيتيلات نتاعنا بهذه الطريقه هكذا. نعملوا هاد لي نيرفور عده مرات باش يعطينا الشكل
يعني يعطينا شكل جميل للبيتيلات، راح تشبه الورود الطبيعية هكذا هكذا. نتحصلوا على هذه البيتيلا اللي راح نثنيوها على اثنين، ولكن هنايا هكذا لازم باش يوضح عندك انه راهي متكوله من بيتيلتين، يعني ما تحطيهاش هكذا متطابقه تماما، حاولي انك فوزانكليني، تحاولي انك تحرفيها شويه هكذا باش البيتيلات تاعك يعني الورده تاعك راح تكون في الاخير بشكل طبيعي. راح تحصلوا على هاد البيتيلات، راح نحاول نجمع بيناتكم يعني سريعا نجمع معكم البيتيلات. اول شيء راح نبداو بالمخده هذه، اكو تشوفوا هنايا يعني جبت هنايا لا ماشين تاعي، هذه اون بيتيت ماشين دوميستيك يعني تاع اللي نستعملها في البيت. ناخذ قطعه قماش هكذا اللي تحبيه اون ساتان كيما راكي تشاهدي، وتفصليه على شكل مربع هكذا باش تقومي يعني تخيطيه في الماكينه تاعك على شكل مخده صغيره. حنتحصلوا على هذه المخده هذه شكل المربع هذا، وتعملي لو فوراج بيان سور بلاوات يعني تحشيها بالفايبر باش تتحصلي على هاد المخده الصغيره اللي راح تكون هي القاعده نتاع يعني وين نحطوا الخواتم تاع الخطوبه. راح نبداو على بركه الله في كيفيه تزيين هاد المخده تاع خواتم الخطوبه. هنا راني قمت بتركيب يعني ركبت عده ابر باش اختصارا للوقت، ولكن انتيا ممكن انك تحتاجي فقط لابره واحده باش تعملي كامل الورد تاعك. هنا انا اختصارا للوقت قمت ب يعني حضرت عده ابر وجمعت هاد البيتيلات. راح اشوفوا طريقه الجمع هنا دوكا قدامكم. اول شيء ناخذ البيتيلات نتاع القاعده ونجمعوهم بهذه الطريقه، نعملوهم شيفوشي هكذا. انا حكمتهم هنا بالدبابيس باش يسهل لي يعني الجمع تاعي يكون سهل جدا. ناخذهم هكذا نحطو وحده فوق وحده ونبداو نجمعو فيهم بهذه الطريقه هكذا. كل مره راح نحو ننزعو هاد الدبابيس، راح تشوفوا طريقه الجمع. على الطريقه هذه راح تكون بالنسبه لجميع الاعمال تاعنا اللي حنقومو بها اليوم، يعني الاكسسوارات هذا الطاقم هذا تاع الخطوبه، بما اننا يعني رانا مازلنا في يعني الكوفيد هذا والوباء، تصلي نسال الله انه يرفع علينا. الاخوات يعني اكيد جميع يعني تقريبا كلهم راهم ماكثات في البيت، وبما انه ما كاش يعني افراح صالات تاع الاخر تاع الاعراس ولا، فيمكن انك تعملي ان كما يقولوا حفل صغير هكا في البيت ولا. وهاد الاعمال هذه كامل راهي موجهه ليكم نتوما باش تتحضروا يعني لي زاكسيسوار تاعكم وحدكم، يعني راح يكون في متناول كل اخوات هاد الاعمال هذه اللي نقوم بها هكذا. راكو تشوفوا طريقه الجمع هكذا حتى نكمل كامل البيتيلات، يعني هاد طريقه تفصيل البيتيلات والحرق والجمع راح تكون هكذا بالنسبه الى جميع عناصر هاد الطقم هذا. فما عليكم الا انكم تابعوا فقط كيفيه كيفاش يعني كيفاش راح نثبتوهم على يعني الاشياء. مثلا تزيين الكاس هذا راح تشوفوا انه عنده طريقه خاصه باش نثبتوا هاد الورده فيه. لو كوسا ثاني يعني المخده كذلك راح تشوفوا عندها طريقه خاصه، فقط نعملوا نفصلوا البيتيلات ونجمعوهم بهذه الطريقه. من بعد راح نشوفوا كيف نزينوا كل عنصر من هاد العناصر. الوغ هنا درت 1 2 3 4 5 6 7 8. هنا الطبقه الاولى راهي راح تتكون، الطبقه الاولى نتاع المخده بنفس الطريقه هذه راح تكون من 15 بيتيلا. الطبقه الاولى نتاع المخده يعني اللي راح نديرو فيها الخواتم الخطوبه راهي متكونه من 15 بيتيلا، نجمعوها بنفس الشكل اللي سبق لي وان شرحته لكم. راح نقوم بغلق هاد المجموعه هذه تاع البيتيلات هكذا كما راكم تشاهدوا باش نتحصلوا على هاد القاعده نتاع الطبقه الاولى من الزهره اللي حنحطوها هنايا في المخده. قلت لكم متكونه من 15 بيتيلا، يعني اول شيء راح نتحصلوا على
هذه الطبقة المتكونة من 15 بتلة. راح نقوم بتثبيت هاد البتلات فيما بعضها هكذا، وراح نعمل نفس الشيء للطبقة الثانية والثالثة حتى نتحصلوا على الشكل النهائي نتاع الزهرة نتاعنا. هاد الشيء يعني متعودين نشوفه هكذا، راح مباشرة نشوفوا كيف نثبتوا هاد الطبقة الأولى في المخدة تاعنا. نشوفوا لو سونتر تاع المخدة تاعنا، المركز تاع المخدة، ونحاولوا نثبتوها بهاد الشكل. راح نقوم بالطبقة الثانية اللي متكونة من 15، الطبقة الثانية راح متكونة من 9 بتلات باش الوردة تاعنا تكون يعني عندها شكل جميل وتكون يعني متناسقة مع حجم المخدة هذه اللي راني خدمتها. هنا قمنا بجمع 1 2 3 4 5 6 7 8. راح نشوف البتلة التاسعة هنا راهي، ولا راح نعمل هنا يعني واحدة مباشرة ومنها يعني باش تشوفوا طريقة كيفاش نصنع على هاد البتلات. قلت لكم نحرقوا الأطراف الطريقة هذه ونحاولوا نديروا هادوك لي نيرفيغ تاعنا هكذا بهذا الشكل هكذا، نثنيها على 2 باش نتحصلوا على هاد التقاطع هذا، يعني باش تكون ثابتة عندنا البتلة. نعاود نحرقها هكذا، نتحصلوا على البتلة التاسعة اللي راح نحطوها يعني في وسط هكذا. هنا راني نشوف لازم نزيد بتلة أخرى، يعني راح تكون طبقة ثانية متكونة من 10 بتلات. قلنا الطبقة الأولى من 15 بتلة والطبقة الثانية من 10 بتلات، يعني باش نتحصلوا على تناسق في الوردة. الأعمال يعني العمل يكون جميل ويكون يعني مرتب كما احنا نقولوا، راح يكون في التناسق تاعو، يعني عدد البتلات يكون متناسق مع الحجم الشيء اللي المراد يعني باش نزينه. هكذا نتحصلوا على هاد البتلة العاشرة، نحطوها مع هاد الحلقة هادي، راح نتحصلوا على الطبقة الثانية، وراح نعملوا الطبقة الثالثة المتكونة من 7 بتلات. يعني الطبقة الأولى 15، من بعد 10، من بعد نديرو 7 بتلات، وراح نحطو نخلو مكان ونحطو الخاتم تاعنا. هنا راكو تشوفو الطبقة الأولى هادي، من بعد نحطو الطبقة الثانية هكذا. شوفو المخدة تاعنا يبدا تشكل معنا. راح نمر للطبقة الثالثة اللي متكونة من 1 2 3 4 5 6 7 8 10، قلت لكم من 7 بتلات كما راكم تشاهدوا هنا. يعني محضرة أنايا الطبقات، قلت لكم باش نختصر الفيديو هذا، نديروا الطبقة الثالثة المتكونة من 7 بتلات ونكملوا الزهرة تاعنا. نخلو فقط مكان باش نحطوا الخواتم نتاعنا. هذه الطبقة نتاع 7 بتلات نقوم ب هكذا، نغلقوها جيدا هكذا، نثبتوها جيدا. قلت لكم النجاح الأعمال هادو راح يكون في تناسق البتلات مع الأحجام يعني اللي راح المراد تزيينها. لازم تراعي ماشي مخدة صغيرة ولا هكذا وانت تعملها وردة صغيرة ما تليقش مع الحجم تاعها، ما راحش يكون تناسق. فلهذا حاولي انك تراعي كما راكي تشاهدي هكذا. اظن انه الفكره راهي واضحه. نتحصلوا على هاد المخده هذه هكذا. راح نشوفوا طريقه التثبيت تاعها وكيفاش راح نوضعوا الخواتم نتاع الخطوبه. باش يكون ما يكونش الفيديو يعني طويل جدا، راح نحاول نقسمه على مرحلتين هكذا.
المرحلة هذه راح نحاول نعمل فيها هذا الكوسان هذا، هنشوفوا كيفاش نقوم بتثبيت تاعو. تثبيت هو نحطو هنايا السيليكون هكذا، ونحاولوا اننا نتبعوا هذه الدائره هذه تاع الطبقه الاولى هكذا، و va centrer، نحاولوا اننا نكونوا في المركز تاع المخده هذه كما راكي تشاهدينا، ان شاء الله تكون برك فكره واضحه هكذا. ونحاول نحط الزهره نتاعي هكذا بلا ما نمسها بزاف هكذا، يعني كنت أكدو انها راهي في المركز هكذا. نفس الشيء نعملوه للطبقه الثانيه كما راكي تشاهدي هكذا، نحطو السيليكون هنا من الاسفل هكذا، ونثبتو المرحله الثانيه هكذا هكذا. يعني طريقه هذه الزهره هذه سهله جدا، وتليق بزاف في تزيين هذه الانواع من الاكسسوارات. نحطوا الطبقه الثالثه كما راكي تشاهدي هنايا هكذا، نحطوا سيليكون هنا من الاسفل، ونعملوا الطبقه الثالثه هكذا، راح تحصلوا على هذا لو كوسان هذا. الوغ باش نحطوا الخواتم الخطوبه راح نحتاجوا الى هذا الشريط هذا نتاع 0.3 اللي نلقاوه في لي ميرسوري بيان سور. هذا هو اللي راح يكون يشد لنا الخواتم تاعنا هكذا كما راكي تشاهدي هنا. حاولوا انك تاخذي هكذا مقاس لاباس به، راح نعملوه على عده مرات، راح تشاهدوا باش هكذا تحاولي انك تاخذي هذا القياس هكذا وتلفيه عده مرات مع على بعضه هكذا هكذا، بعد يعني تعمليه على اثنين كيما راكي تشاهدي هكذا. وراح نحطوه هنا، نحاولوا اننا نثبتوه في قلب الزهره هنا هكذا، نديروا نقطه تاع سيليكون كيما راكي تشاهدي، ونحطوا لو روبون تاعنا هذا هكذا باش نتحصلوا على هذا الشيء هذا. يعني هنا اللي حنا نعقدوا الخواتم تاع الخطوبه تاعنا هكذا، تخليه ينشف. الوغ تحبي تحطي حاجه للتزيين هنا في الوسط، يعني كيما تحبي، هذاك الشيء راجع عليك. تحبي تحطي هذا لو ستراس هذا هكذا كيما راكي تشاهدي هنايا، من بعد تحطي الخواتم تاعك، او انك تخليها هكذا. يعني الخاتم هو اللي راح يكون اللمسه هذيك تاع الجماليه في البورده تاعك باش تحصلي على هذا الشيء هكذا. هكذا رانا كملنا مع الورده تاع الكوسا اللي راكي تشوفي فيها هكذا. راح نمروا الى كيفيه تزيين الكؤوس نتاعنا. الوغ الكاس ناخذ اي كاس، يعني هذاك الشيء راهو راجع لي تاني تاني. انا خديت هاد لا فلوت هادي اون كريستال كيما راكي تشاهدي. اول شيء راح نقوم ب يعني نعملوا الورده تاعنا بتدرج نفس الطريقه اللي شرحتها لك في صناعه هذه المخده هذه، راح نعملوها في صناعه هذا الكاس. الوغ نبداو ببتيلتين، لان الورده تاعنا راهي متكونه من بتيلتين القلب تاعها. تاخذي، راح نوري لك كيفيه التثبيت، يعني عنده طريقه خاصه كيفاش تثبتي الكاس تاعك هذا. حاولي انك تتبعي المراحل لانها فيها شويه يعني شرح لازم تنتبهي ليه. ناخذ البتيلتين بنفس طريقة الجمع، نفس طريقة التفصيل، نفس طريقة الحرق، وتعملي هذا التجميع هذا. ما تنحيش الإبرة تاعك، وتحاولي أنك تلفيه هكذا. يعني كاين أخت لي من المشتركات راهي طلبت كيفية تزيين الكؤوس، يعني بطريقتي الخاصة أنا كيفاش نزين الكؤوس هذه. ألوغ نحاولو نلفو هاد البتيلات هادو هكذا، ما نحيش الإبرة تاعي، راح نكمل طريقة الجمع هنا نكملها هكذا. نحاولوا اننا ما نستعملوش بزاف السيليكون باش الكاس تاعنا يبقى نظيف. قلت لكم انا ما نحبش نستعمل السيليكون بزاف، يعني يعني تقدري من بعد بو ريكوبيري لي فير تقدري تعاودي تريكوبيريهم، فقط ما عليك الا انك يعني تحط في هذه الورده هذه. راح تحصلوا على البتيلتين هادو الاولى بهذه الطريقه. شاهدي طريقه الجمع كيفاش. راح نمر الى الطبقه الثانيه اللي متكونه من
ثلاث بتلات كما راكي تشاهدي هنا اللي محضره قلت لك اختصارا للفيديو كما راكي تشاهدي هكذا راح نتحصلوا على البتلات الثلاثه بنفس الطريقه احنا عملوا نحطوا هكذا ونحاولوا نلفوا كما راكي تشاهدي هكذا نلفوا هاد البتلات على بعضها هكذا نديروا طريقه الجمع بنفس الطريقه فقط راح تكون مباشره على الكؤوس هكذا بالابره تحاولي تخيطي هاد البتلات راح تحصلي على الطبقه الثانيه بهذه الطريقه حاولي انك يعني انا في الفيديو نطق طريقه الشرح وانتيا حاولي انك تتقني الاعمال تاعك انا راني مقيده بالوقت ولكن نتوما كي تكونوا فوغياليزي هاد لي زوبجي هادو حاولوا انكم تاخذوا الوقت اللازم هكذا قطع هكذا راح تحصلوا على شوفوا القلب تاع الورده تاعنا راهو بدا يتشكل معنا نفس الشيء عفوا بالنسبه للطبقه الثالثه راح نقوموا بجمع درنا بتلتين ثم ثلاث بتلات ثم راح نديروا خمس بتلات بهذا الشكل هذا كما راكم تشاهدوا هنا يعني محضره انا الخمس بتلات هادو راح نحاول نجمعهم مع بعض هكذا نفس الطريقه يعني ما قلت لكم هذه الورده فقط باش يخرج لكم ان اونسامبل يعني طقم يكون بنفس الورده هكذا نجمعوا هاد الثلاث بتلات نزيدوا الرابعه هكذا نحاول نخدم يعني نعمل على المباشر هكذا باش الاخوات تحصل على نتيجه يعني مرضيه كاين بعض التعليقات اللي يقولوا لي احيانا ما يفهموش ولا يعاودوا يطرحوا السؤال تاع يعني عدد البتلات او طول البتلات او كيفيه الحرق فنحاول في هذا الطقم هذا باش نعطيكم اكبر قدر من المعلومات هنا تحصلوا على خمس بتلات نفس الطريقه شوفي ما تنحيش الابره تاعك وتلصقي شوفوا الورده تاعنا بدات تشكل معنا طريقه بسيطه جدا هكذا نحاولوا يعني نجملوا هاد البتلات هكذا مع بعض هكذا وتخيطيها مع بعضها باش تكملي شكل الورده تاعك هكذا نتحصلوا على هاد الشكل شوفوا الورده تاعنا راهي بدات تشكل معنا هكذا 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 كي ننزلها هكذا الاسفل الورده تاعنا بدات تشكل بعد من خمس بتلات نمروا مباشره الى الطبقه اللي متكونه من 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 متكونه من 10 بتلات راح تحصلي على هذه الطبقه هذه نفس الشيء راكم تشاهدوا بلي منحيتش الابره نحطوا الطبقه هذه على الكاس تاعنا ونحاولوا نجمعوا البتلات فيما بينها باش نغلقوا هذه البرده هذه نغلقوها على الكاس هكذا نحاول نجمعها هكذا كما راكي تشاهدي نحطها قلبوا الكاس هكذا نحاولوا ندخلوا هكذا يعني حاولي انك تلقاي التقنيه اون تكنيك باش تسهل لك العمل فقط باش يعني ما تستعمليش بزاف سيليكون نغلقوا هاد الزهره هذه بهذه الطريقه هكذا هكذا ونسحبوا باش نتحصلوا على يعني شكل الورده هذا هكذا تحصلوا على هذا الشكل شاهدي انه مانيش نحي في الابر تاعي حتى نكمل كامل نغلق
هادي هكذا شاهدوا ان الكاس تاعنا راهو بدا يتشكل معنا. ونقوم باخر طبقه اللي متكونه من درنا 10 طبقات، والاخر طبقه راح نديروا فيها 12 بيتيلا. بنفس الطريقه راح نجمعوا مع بعض البيتيلات هكذا، 2 3 هكذا. هادو البيتيلات كامل اللي قلت لكم اللي تقطعوهم 11 سنتيمتر باش يعني تكون بطريقه بارزه الورده تاعنا، ما تكونش يعني صغيره على حجم الكاس، هكذا يكون تناسق فيما بينهم. نكمل جمع البيتيلات كامل، ممكن تاخذي الفكره فقط ومن بعد في التطبيق تحاولي انك يعني تبقي بطريقه اللي تكون مواليه ليك تساعدك يعني هكذا. تخلصوا من هاد الدبابيس لان راح يساعدوك في العمل هكذا. وحتى نكمل كامل الطبقه تاعي الاخيره هكذا هكذا، متكونه من 12 بيتيلا هكذا. الطبقه الاخيره هي لازم تهتمي بها كثير لانها هي اللي راح تعطيك الشكل الواضح للزهره تاعك هكذا. تحصلوا على هذه الطبقه الاخيره كما كي تشاهدي هكا. نقوموا بنفس الطريقه، نحطوها في الاسفل، نغلقوا البيتيلات نتاعنا، تحصلوا على هذا الكاس هذا. يعني طريقه سهله جدا كما راكي تشاهدي. تحبي تبتيه بالسيليكون، يعني تحطي نقطه سيليكون هنا في الاسفل باش تبتي كامل هذه الطبقات هادو هكذا، باش تخرج لك هاد الورده هكذا ثابته. هنا تحطي شويه تاع سيليكون تبعي لاغوندي هذا هنايا الدائره هذه، وتقومي بتثبيت الورده تاعك، ولا تخليها كيما انا هنايا خليتها، يعني ما ثبتهاش كيما راكي تشاهدي، خليتها هكذا باش كيف في الغسل ولا يمكن لي اني نغسلها. تحبي تبتيها في من فوق هكا باش تقعد هنا، يعني تحطي نقطة سيليكون هنايا وتبتيها. تحبي تخليها هكذا في الأسفل كيما راكي تشاهدي باش يمكن لك الحمل تحمليه، ألوغ تخليه في الأسفل هكذا. هذا بما يعني سي لونسومبل كيما راكو تشاهدو هنايا، سي لونسومبل دو نتاعنا. راح نكملو نفس الطريقة في البيتيلا كيفاش نعملو الحنة، يعني الوردة تاع الحنة تاعنا. قلت لكم تاخدو شريط 4 سنتيمتر العرض تاعو، والطول 8 سنتيمتر. ديري لاغوندي هذا وتحرقي الاطراف بهذا الشكل هذا هكذا بهذا الشكل، نتحصلوا على هاد البيتيلات هادو هكذا كيما راكي تشاهدي. ونقوموا بصناعه الورده الصغيره، انا حضرتها هنايا بنفس الطريقه كما راكي تشاهدي نتاع صناعه الورده تاع هذه والورده تاع الكاس. راح نقوموا بصناعه هذه الورده الصغيره اللي راح نحطوها في يعني كي تعملي الحنه تاعك، احنا نقولوا تربطي الحنه تاعك. الوغ راح نجمع هذه الطبقه السفلى من الورده هذه هكذا، نجمع البيتيلات بنفس الطريقه كما راكي تشاهدي، يعني طريقه جمع واحده، طريقه تفصيل البيتيلات واحده، وطريقه الحرق واحده، ولكن يعني تزيني بها عده اشياء راح يعني تحصلي على هذا الطقم الجميل للخطوبه ان شاء الله. لي فيونساي كما حنا نقولوا، راح تحصلوا على هذه الطبقه هذه اللي متكونه من 1 2 3 4 5 6 7 بيتيلات هكذا. الطبقه السفلى متكونه من 7 بيتيلات هكذا. نغلقوا البيتيلات فيما بعضها هكذا باش نتحصلوا على شكل الزهره تاعنا هكذا.
هكذا. واللون قلت لكم راجع ليك انتيا، تحصلوا على هذا الشكل هذا. دوك حنشوفوا كيفيه التثبيت باش نتحصلوا على الورده اللي نربطوا بها الحنه. سهله جدا، يعني فيك تتعلمي انواع كثيره من صناعه الورود ولا الزهور، ويعني تعملي اشكال عديده خصوصا الاخوات اللي راح تعمل مشروع بهذه الافكار هذه. نتمنى لكم التوفيق جميعا. الوغ راح نجمعوا الطبقات فيما بينها كما العاده، نحطوا السيليكون هنايا هكذا، نجمعوا الطبقات فيما بينها هكذا، نديروا الطبقه الاخيره اللي متكونه من ثلاث بتلات اللي راح تعطينا الشكل النهائي للزهره تاعنا هكا كما كنتوا تشاهدوا. شاهدوا ان سيت ان انسامبل، يعني الورده نفس نوع الورده ولكن زينا به عده عناصر او عده اشياء. راح نحط هذا لو بتي بوتون هنا اون ستراس هكذا، نديرو هنا في الوسط بما انه يعني لازم نحطو لمسه تاع هكذا، تحصلوا على هذه الزهره جميله جدا كما راكي تشاهدي هكذا. راح نشوفوا كيفيه تثبيت تاعها في القطن. الوغ نشوفوا هاد الشريط تاع 1 سنتيمتر لو نفس اللون، اون فاغستي دون لو بيج، وتحاولي انك تقسمي على 2 هكذا باش تكون القسمين يكونوا متساويين، ونحاولوا نديروا نقطه تاع سيليكون هنايا هكذا، ونثبتوا هاد الشريط على القطن. من بعد نحاولوا نديروا دائره هكذا في القطن هذا باش نثبتوا فيها الورده تاعنا هذه. راح تحصلوا على هذا الشكل هذا نتاع الورده اللي ربط الحنه كما راكم تشاهدوا هنا هكذا. شوفوا الوغ كي نربطوا الحنه تاعنا هكذا، ومتا نغرقوا يعني نديروا لون هنايا، حتحصلوا على هذه الورده هذه. فيكي تعملي 2 لو ربطتي الحنه يعني في ايديك في الايدين 2، تحصلي على هذا الطقم. ان شاء الله يكون الشرح واضح، حاولت اني الفيديو ما يكونش طويل، ولكن حنا راكم تشوفوا هنايا عملنا يعني طقم كومبلي كما راكم تشاهدوا هكذا. الوغ عندك ربطه تاع الحنه، وعندك لا باك دو بون تحطي لا باك دو فيونساي المخده تاعك، وعندك الكؤوس نتاع الخطوبه. تعملي 2 كؤوس هكذا و2 ورود هكذا، ومخده كيما هذه باش تحطي الخاتم تاعك تاع الخطوبه بهذه الطريقه. هاد لي فيسه اللي كنا عملناهم يعني هاد الخيوط هذه فيها اللي راح تدخلي الخاتم تاعك وتربطيه بهذا الشكل، يعني فكره فقط. نشوفوا كيفاش تحطي لاباك تاعك هكذا، وتحاولي انك تربطيها بهذا الشكل هكذا، تعملي انو باش تثبتيه فقط هكذا هكذا هكذا، حتتحصلي على هذا الشكل هكذا. ان شاء الله الافكار هذه تكون نالت اعجابكم، ويعني ان شاء الله في التعليقات تاعكم تقولوا لي، تقدروا تطرحوا الاسئله تاعكم لي يعني لو فيه اشياء ما فهمتوهاش. ان شاء الله انا نقدر نجاوب على جميع الاسئله، والى افكار اخرى باذن الله. ونسال الله العفو والعافيه، والسلام الله عليكم جميعا.